السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الطائرة تتجه بنا إلى سيكوتو. زي ما كلمت أنا، والحديث النهاردة هيكون عن حاجة كيف نحلم ونحن في الطائرة بين السماء والأرض. لا أحد يستطيع أن يمنعك من أن تحلم، لا أحد يستطيع أن يمنعك من أن تفكر، لا أحد يستطيع أن يمنعك من أن تنتج، لا أحد يستطيع أن يمنعك من أن تفعل نفسك وتفكر لمن حولك. كنت أنت في أعماق الأرض، كنت أنت في عنان السماء، كنت أنت في البحار، كنت أنت فوق الجبال، في الهضاب، في الصحراوات، في أي مكان. الحلم اليوم اللي هنتكلم عنه، خاصة بعد أول 4 أو 5 أيام خلال، هو كيف نحارب الفساد. الفساد مرض داخل كل إنسان منا. الفساد ليس بعيدا عن أي شخص منا على الإطلاق. الفساد ليس فساد لمجموعة متدينة بدين تختلف عن الدين الثاني. الفساد قد يصبح ثقافة لأنه يتحول إلى نظام. الفساد سنة الحياة أتى الأنبياء عليهم السلام أجمعين لكي يحاربوها. فحلمنا اليوم وإحنا بنطير من الأرض في أبوجة إلى سكوتو، كيف نحارب الفساد. أول مرحلة في محاربة الفساد هي تنقية النفس وتزكية النفس وتخليص النفس من شرورها وآثامها وكبريائها وغلها وغلولها واستعظمها وكذبها وارتكاب كل المعاصي. ده هو أصل محاربة الفساد. هو الفساد داخل نفس كل واحد. الفساد داخل نفس كل واحد. ثاني حاجة التعلم. تعلم 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 تعلم. ثالث حاجة حب عمل الخير وحب العمل المجتمعي الذي يستطيع بك أن ترتفع إلى مرحلة عالية من مراحل الحياة اللي احنا بنعيشها. رابع حاجة هو المعرفة. المعرفة أيضا مهمة جدا جدا جدا، أن لا تكون فقط منك أنت، ولكن تكون ممن سبقوك أيضا أو في بلدك أو خارج بلدك إلى آخره. يبقى تنقية النفس، التعليم، المعرفة، وبعدين وحب المجتمع وحب عمل الخير. رابع حاجة الصبر والإصرار على محاربة الفساد والقضاء على الفساد في أي مجتمع من المجتمعات. هذه 4 أو 5 مبادئ من مبادئ محاربة الفساد. لا يحارب الفساد مرة واحدة، لأن الفساد دول، له دول عميقة وله أنظمة بعيدة وله أنظمة متشعبة ومتشابكة بين الدول العميقة مع الدول العميقة داخل الدول نفسها وبين الدول العميقة ودول العميقة أخرى. من أردنا أن نحارب الفساد ونحن نطير فوق السماء أبوجة الآن، فعلينا أن نتحلى بتزكية النفس، نتحلى بالعلم، نتحلى بالمعرفة، نتحلى بحب عمل الخير وحب خدمة المجتمعات، ونتحلى أيضا بالمعرفة والمشاركة اللي احنا بناخدها من الناس. جزاكم الله خيرا، وأتمنى أن ينتهي من الأمر إلى أن نحارب الفساد جميعا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.